خلينا كمان نروح لخبر ثاني، بحيث استطاعت المملكة أن تنجح في إنتاج الثلوج في منطقة تروجينا شمال غرب المملكة، إذ وصلت درجة الحرارة في جبال تروجينا إلى 8 درجات تحت الصفر، وتعتبر درجة حرارة مثالية لصنع الثلوج والأنسب لإقامة دورة الألعاب الشتوية الدولية. تحب السكي انت؟ طبعا انا احب السنوبوردينج اكثر من السكي للامانه، فمتحمسين كثير. وبالعكس اذا احنا وصلنا لهالمرحله يعني صار عندنا مو صار هو من زمان عندنا طبعا الانشطه الصيفيه، والحين عندنا الانشطه الشتويه كمان، وفوق هذا قدروا انهم ينتجونها، فمتحمسين كثير، متحمسين نستنى بفارغ الصبر اكيد لهذه المنطقه، منطقه تروجينا أو في جبال تروجينا بالتحديد.